اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. في هذا الدرس راح نبدا نضيف التايمر التوقيت تبع البلينك تبعيتنا. فانا مش منطق اصير اعد 1 2 3 واعمل بلينك بعدين ارجع 1 2 3 وصير مش منطق. فبدي اعرض للاعب على الشاشه التوقيت يصير يعرض 3 2 1 طالع وبعدين تجهز مع توقيت البلينك الموجود عندنا. ممتاز. خلينا نجي اول اشي نفوت على الشخصية بدنا نضيفها هون. طب عشان نضيف جوا الشخصية بدنا كمان نضيفها على الهاد ونربطها مع الشخصية. فإذا بنفتح بنيجي على الكونتنت على الثيرد بيرسون على الهاد بنفتح ملف الهاد تبع. ممتاز. بدنا نضيف جوا الهاد تبعنا التكست نص. خلينا نحط الرقم هون بالزاوية تحت على اليمين. لاحظ الأنكر موجود فوق على اليسار فأنا ما بناسبني الأنكر يكون هون فراح انقل الانكر تحت على اليمين عشان لو تغير حجم شاشة اللاعب ما تختفي الرقم من شاشته. ممتاز. طيب الان حطينا التكست بدنا نسميه نغير اسمه هون خلينا نسميه بلينك تايمر. ممتاز. توقيت البلينك كومبايل سيف ضروري تعمل كومبايل علشان يظهر عندك في الملفات الثانية. طيب الان ممكن لازم تحط is variable هون لازم هاي تحطها is variable عشان نلقاه. ممتاز. نيجي الان على third person character نيجي على الشخصية تبعيتنا نفوت على event graph بدنا نيجي على event tick بدنا على event tick نشتغل من event tick من اخر اشي بدي اسحب انا هون. طب انا ايش بدي اجيب ايش المعلومات اللي بنغيرها بنغير التايمر. طيب تتذكروا احنا الجيم هاد هاد اللي هو اللي هو هاد اخذنا وحطيناه عنا في الشخصية هون. ممتاز. كيف لما اخذنا لما كنا بنشتغل فوق لما جينا نشتغل هون سوينا كرييت جيم هاد وحملنا فاريبل وبعدين صرنا نستخرج منه البيانات. ممتاز. والان بنرجع نستخرج منه بيانات مرة تانية. ممتاز. ايش البيانات اللي نستخرجها قبل شوي انا هون حطيت is variable خليني اطفيها شوي اسمه blink timer. فلو انا اجيت هون وجيت سحبت كتبت blink timer لاحظ ما في ولا اشي. طب لما اجي انا هون وحط is variable بصير يبين في الاماكن الثانية. الان لو كتبت انا هون blink مرة ثانية لاحظ ظهرت عندي هون. فعشان هيك بقول لك حط is variable علامة الصح عشان تقدر تشوفه. ممتاز. بدي احمل له get blink timer. ممتاز. الان بدي كمان اغير على القيمة الموجودة جوا. شو القيم اللي هذا هو عبارة عن ايش عبارة عن تكست. فخليني انا اجي هون واسحب واكتب تكست. لاحظ انا عندي هون set text text هاي اخر واحد set text text. ممتاز. لو انا وصلت عفوا لو وصلت انا هاي هون خلنا نطلع هاي هيك وارفع هاي هون واكتب انا هون. الان قبل ما اكتب اي شيء خلنا افصلها كومبايل سيف بدي اشغل اللعبة. لاحظ شو مكتوب عندي هون مكتوب تكست بلوك. ممتاز. خلني ارجع هون اكتب انا هون بلينك كومبايل سيف نشوف صار مكتوب بلينك. ممتاز جدا. طيب الان انا ما عنديش غير ما كتبت بلينك حتى لما اسوي بلينكات ما بعرف اذا جاهزة ولا لا لسه ما صار شيء. طيب كيف راح اعمل انا برجع على الثيرد بيرسون كاركتر باجي بدي احط شرط عشان يكتب كلمة بلينك. لما نعمل شرط تعودنا نعمل ايش برانش. ممتاز. طب شو الشرط اللي بدنا اياه ان تكون 3 سكند عليها علامة صح. اذا عليها علامة صح نفذ هذا الامر. طب اذا ما عليها علامة صح خلينا ناخذ دوبليكيت كنترول دي كبست انا. ممتاز. خلينا نحط هذول فوقها ملزقين فيها عشان ما ننعجق كثير وحط هاي كمان هون هيك هيك افضل. طب فولس بدي اقول له حط 3 ثواني مبدئيا بس اكتبها كتابة. الان كومبايل سيف لاحظ الان في بلينك 3 2 1 بلينك. ممتاز. طيب انا كمان ما يعني هي حلوة جيدة بس ممكن بدل كلمة 3 بدي رقم 3 تقول نو بلينك بس انا لا بدي احط رقم يتناقص 3 2 1 0 يسوي بلينك. طيب كيف بعمل انا الحكي هاد باجي هون الان بدي كمان احط فاريبل جديد اسميه تايمر وخليه انتجر. ممتاز انتجر
بسحب التايمر، بعمل له جيت وبدي اسوي ماينس طرح، بقول له نقص واحد. ممتاز. الان شو بده يصير لو انا وصلت هاي هون؟ لاحظ انا حطيت تايمر، خلني اول شيء اضغط كومبايل واحط 3 هون. الان 3 ناقص 1 راح تكون 2، فراح يطبع عندي 2 اكيد. اشوف راح اطبع 2. طيب خلينا نرجع مره ثانيه. الان شو بدي اعمل انا؟ بدي كل ثاني التايمر هذا قيمته تتغير. فايش بعمل انا؟ بعمل انا بسحب من هون، بكتب ديلي وبقول ثاني وحده، وبعدين برجع بجيب التايمر بحطه ست وبقول له، وبرجع اجيب نفس هاي وبعملها دوبليكيت وبحطها هون. خلي اشرح اللي كتبته عشان ما تضيع معي. الان كل ثانيه بدك تغير التايمر بكم، بتجيب قيمه التايمر الحالي وبتنقص منها واحده وبتحطها، بترجع مره ثانيه مره تحطها هون وتطبعها، بعدين ترجع الثانيه اللي بعديها بتروح بتنقص منها وبتحطها هون وبترجع تطبعها، زي هيك بضل يطبع، يروح من هون ويرجع لورا، بعدين يطبع، بعدين يرجع من هون ويرجع لورا ويطبع، وهكذا راح تضل هاي العمليه تتم للابد. لكن في ملاحظه انت انتبه هون، انه راح يصير رقم بالماينس. خلينا نشوف ونتفرج، خلينا نجرب. الان بلينك 2 1 0، ممتاز صار عندنا رقم بلينك. لاحظ ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 بلينك ناقص 4. طب هاي مشكله، انا ما بيناسبني هذا الحكي، شو لازم اعمل هسه؟ ممكن نعمل كود طويل عريض عشان نثبت الارقام او نحط من الى وكذا، لكن اختصارا وفي منطق ممكن سهل جدا نعمله احنا، بالعكس اجيب الست هاي واحطها هون، اخذت منها نسخه كنترول دي وصل هون واقول له 3. لو انا لو صار الاجابه صح وانا ضغطت بلينك على طول حرجعها 3، فبترجع مره ثانيه 3 وبرجع عادي. هو طبعا راح يصير يكمل ماينس، بس انا اول ما اضغط بلينك راح تصير 3، يعني حيوصل 0، ما راح يقدر يكمل الماينس لانه انا رجعت مره ثانيه وحطيت 3. خلينا نجرب الان. ممتاز. هاي بلينك 2 1 0 بلينك 2 1 0 بلينك. ممتاز جدا. صار عندي الان انا اوكي، صار في هنا مشكله، صارت رجعت مره ثانيه، شكله انه لما كبسنا احنا كبست شكل بلينك بسرعه. اشوف في عندنا ملاحظه صارت، اذا ضغطنا بلينك بسرعه بسرعه ما لحق يعمل ست لإلها. طيب يعني خلينا نشوف. اوكي في عندنا مشكله. طب خلينا نيجي مره ثانيه ونيجي مره ثانيه هون ونقول طبعا احنا هسه ممكن نطنش الموضوع، لكن راح انه ممكن يكون عادي، لكن خلينا نعمل نغير شوي على التايمر هاي. التايمر هاي انه خلينا نحط لها كلامب من صفر من 3 ماكس مينيم، بعدين نجيب من هون نحطها هون. الان بالطريقة هاي مستحيل الرقم يروح بالماينس تحت اي ظرف كان. ممتاز جدا جدا جدا. طيب سيف. الان خلينا نشوف. لاحظ 2 1 0، ارجع بسرعه بسرعه اكبس، ما في اي مشاكل. نرجع مره ثانيه نجرب، ما في اي مشاكل. طبعا هو ما كان في داعي، يفترض انه ما يصير الخطا، لكن مش عارف انا ايش اللي صار او البرنامج كيف فهم الموضوع. بجميع الاحوال انا حطيت لك كلام هيك، ضمنت 100% انه ما يطلع هذا الخطا. انا اصلا ما كنت حنتبه عليه لو ما ضغطت كثير، لانه الكود صحيح 100%، بس انا مش عارف ليش البرنامج يمكن ما قرأها بنفس الثانية او شيء صار، ما عندي فكرة. بجميع الاحوال الان اتوقع انه لما كبست انا بلينك على طول دخل بلحق يسوي ست، الله اعلم. طيب الان عملنا الكود تبع التايمينج، خلينا نحدد هذول كلهم ونحط سي ونقول له هون بلينك تايمر. تمام خلينا نحط هاي 40 عشان اقدر اشوفه وانا بعيد. ممتاز اكبر هاي شوي هيك، لما اكون بعيد انا بقدر اشوف بلينك تايمر هون. طيب بدنا كمان نكمل في هذا الدرس، تعرفوا شو بدنا نعمل؟ بدناش نضيع الوقت على الفاضي، خلينا نستفيد من شغله اضافيه في البلينك، نضل لساتنا نشتغل على البلينك. الان احنا لما كنا نعمل بلينك كان في يعني بدنا نعمل اضافه على نحط شويه انيميشن. طيب خلينا نيجي احنا على الثيرد، نيجي احنا بدنا نشوف هون جوا الثيرد بيرسون، في عندنا في الشخصيه هاي
في عنا انيميشن، وين هي الانيميشن هاي تبعيتها؟ تمام، خلينا نيجي على باراجون رايف هون، بعدين نفوت على اف اكس، بعدين نيجي على بارتيكلز ابيليتي درون اف اكس، بنستخدم هاي. لاحظ انت في هون زي اشعه بتطلع، انا بدي الشخصيه لما تعمل بلينك تطلع منها هاي الاشعه. طيب خلينا نفوت على الشخصيه، نيجي عند البلينك نكبر هاي، ممتاز. الان لاحظ لو انا كتبت الكود هون راح يصير في ديلي 3 ثواني، يعني حيصير البلينك بعد 3 ثواني حتطلع الاشعه، فانا ما بيناسبني هالحكي، لازم تصير قبل الديلي. يعني انا ممكن اخذ بس هاي لحالها على اليمين هيك، ممتاز، واجي من هون اكتب له، بدي ابدا اكتب كودي هون، spawn emitter at location، بدي انا هاي spawn emitter at location، ممتاز. طب وين اللوكيشن؟ خلينا نجرب، اول شيء خلينا نحط اسمها drone underscore fire ليه، ممتاز. وين الموقع؟ بدي اقول له خلينا نجرب نحطه على الكاركتر تبعنا نفسه على طول، get actor location، تمام، نوصلها هون. خلينا نشوف منظرها هسه كيف بده يطلع، بس ناخذ نظره، كومبايل سيف، هاي بلينك، انت ملاحظ لما تطلع، ممتاز. طيب خلينا نيجي كمان مره ثانيه هون نعمل سكيل، نكبرها 4 4 4، نشوف هسه على السكيل الكبير. اوكي مبدئيا كويسة، ممكن انت طبعا تغير الموقع شوي، شايفة في ضوء زيادة، خلينا نجرب 3 3 3، كومبايل سيف، نجرب الان، هي طلع، انت ملاحظ انها هي بتطلع في داخل الشخصية، لكن انت ممكن تعملها تغير اللي تسوي بريك وميك فيكتور. خلينا نسوي تجربة، نجي من هون، انا ممكن اعمل هاي، افصل هاي سبليت، انا ما سويت سبليت، سويت فاريبل، اوكي رايت كليك سبليت سبليت، اوكي وعملت هاي سبليت. الان اجيبها بدي اغيرها، خلي الواي والاكس المرة هاي بدي اغيرها في الزد، ليش؟ بدي ارفعها لفوق، يعني انت خلينا نشوف من هون، بتلاحظ الزد بتطلعها من ظهره للشخصية، بدي اقول له بلس اد 50 سنتيمتر اد، خلينا كومبايل سيف، نشوف الان موقعها، اشوف مرة ثانية، ممتاز، شكلها كويس كثير، ممتاز جدا جدا. هيك احنا بهذا الفيديو عملنا البلينك وحملنا التايمر تبع البلينك واضفنا الأشعة اللي بتطلع. طبعا احنا ممكن نضيف صوت، لكن حقيقة ما عندنا صوت حاليا، فبدنا نشوف مشروع نجيب منه صوت للبلينك. فاذا عندك صوت بيو اشي زي هيك، صوت أشعة او شيء، انت بتقدر تضيفه بأد ساوند 2D، لما تضغط بتضيف الصوت تبعك بكل بساطة هون قبل الديلي، ما تضيفه بعد الديلي، انك تضيفه بعد الديلي راح يتأخر الصوت، حتطلع 3 ثواني، ممتاز جدا 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 جدا. طيب احنا هيك بكون خلصنا هذا الدرس، يلا بشوفكم في الدرس اللي بعده، في أمان الله، مع السلامة.